السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد عطية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزء جديد من النيورو أناتومي وهو الداينسيفالون. ركز معايا كده وما تبصش في الكتاب كتير عشان خاطر ما تتوهش، خليك بس معايا الأول وبعدين بص في الكتاب بعدين. الداينسيفالون الأول هنبدأ بريفيجن بسيطة جدا عن شوية حاجات خدناها قبل كده. أول حاجة، إيه هي أجزاء السي إن إس؟ إحنا خدنا السي إن إس قلنا في سباينال كورد والبرين. البرين ده كان متقسم لثلاث أجزاء، الفور برين. الفور برين ده مكون من اثنين سيربرال هيمسفيرز، واحد يمين واحد شمال، والداينسيفالون اللي هو الجزء ده بالظبط ده هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله بالتفصيل. وبعدين الميد برين اللي هو الحته دي، وبعدين الهايند برين اللي هي مكونه من الضلة اوبلونجاتا والبونز اند سيربيلوم. ما يهمنيش النهارده غير الداينسيفالون، تمام كده؟ طيب، برضو عايزك تبقى عارف ان انت عندك في النيرف سيل مكونه من سيل بودي اند اكزون، تمام؟ السيل بوديز لما بتتجمع مع بعضها بتديني حاجه اسمها الجراي ماتر اللي هو الجزء الرمادي ده، ماشي؟ ولما الاكسونز تتجمع مع بعضها تديني حاجه اسمها الوايت ماتر. اذا السي ان اس هتلاقي كل الاستراكشرز ماسكه في بعضها، لان هم اصلا عباره يعني هم ايه داخلين في بعض كده. فعشان اقدر اشوف الاستراكشر كويس وادرسه كويس بحتاج اشوفه من كذا اتجاه او من كذا زاويه، تمام؟ طيب، كمان انت عندك في السي ان اس في حاجه اسمها الكافيتيز، خدنا منهم الفورس فنتريكل قبل كده. الكافيتيز دي عباره عن فراغات موجوده جوه السي ان اس متبطنه بحاجه اسمها الابندايما او الابندايمال سيلز، وبتحتوي من جوه على السي اس اف، تمام كده؟ طيب، اخر حاجه عايز اكلمك عنها او القبل الاخيره، السكشنز بتاعت البرين. لما اجي اقول لك كلمه كورونال سكشن، يعني ايه كورونال سكشن؟ انا قطعت بالشكل ده كده، او هنا او هنا، وبعدين اروح باصص من قدام. طبعا على حسب مكان اللي قطعت فيه هشوف الاستراكشرز الموجوده، فبالتالي هنا كل قطعه بتختلف عن الثانيه، يبقى ده هنا ايه؟ كورونال سكشن. الساجيتال انا غالبا بستخدم اللي هي الميد ساجيتال سكشن اللي هي في النص اللي هو ده كده، وبعدين اروح باصص من الجنب اللي هي دي. وكمان هوريزونتال سكشن اللي هو بروح قاطع كده واروح باصص من ايه؟ واروح باصص من فوق. وعلى حسب برضو الليفل اللي انا قطعت عليه هشوف الايه، هشوف الاستراكشرز الموجوده، تمام كده؟ طيب، عندنا حاجه اسمها الكوميشرز. كلمه كوميشرز خدناها في الانترودكشن، يعني ايه كوميشرز؟ يعني عباره عن شويه فايبرز بتوصل ما بين النص اليمين والنص الشمال. بص معايا كده، ده نص يمين ده نص شمال، اي حاجه توصل من هنا لهنا يبقى اسمها كوميشر، عباره عن شويه فايبرز كده يوصلوا من الناحيتين دول، الكوميشرز، تمام؟ طيب، ناخد بقى الداينسيفرن. الداينسيفرن ده موضوع مهم ويعني فيه شويه كلام كتير كده، فانت محتاج كوبايه شاي لذيذه تركز معايا وتفتح مخك وتهدي الدنيا على الاخر وصلي على النبي. يعني ايه داينسيفالون؟ الداينسيفالون هو الجزء من الفور برين اللي هو above الميد برين. في الميد برين اهو، فين الداينسيفالون؟ اهو الجزء ده كده، ادي الميد برين، ادي الداينسيفالون فوقيه بالظبط. طيب، شايف الحته دي كده اسمها هايبو سلاميك سالكس. الهايبو سلاميك سالكس دوت يقسم لي الداينسيفالون لكذا حته. اول حته واكبرهم واهمهم هي الثالاموس، الجزء ده الثالاموس هنقعد فيها كتير قوي الثالاموس دي، ماشي؟ تاني حاجه الابي ثالاموس، الجزء ده في كمان الميتا ثالاموس، دي حاجه متعلقه في الثالاموس مش باينه في الصوره دي، هنشوفها بعدين. كمان الهايبو ثالاموس، ادي الهايبو ثالاموس الحته دي، ودي السب ثالاموس. يبقى انا عندي اجزاء التايم سيفرن ثالاموس، ماشي؟ ادي الحته دي ثالاموس، ابي ثالاموس، و ميتا ثالاموس وهايبو ثالاموس اند سب ثالاموس. تعال قبل ما ندخل بقى في الكلام الجد بتاعنا، في كذا ستراكشر كده عايز اوري لك الكلام اللي عليهم. يعني بص معايا في الحته الصوره دي، ده ساجيتال سيكشن، دي حاجه اسمها كوربس كالوزم. اسمه ايه تاني؟ كوربس كالوزم. احفظ معايا الاسامي اول باول، كوربس كالوزم. ايه الكوربس كالوزم ده؟ ده عباره عن كوميشر، كوميشر كبير قوي اللي هو ده، بيوصل ما بين اليمين والشمال، نص يمين ونص شمال، ده اسمه ايه؟ كوربس كالوزم. شايف ايه ده؟ ده الفورنكس. عارف يعني ايه فورنكس؟ فورنكس ده جزء من الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده هاخده بعد كده ان شاء الله، ده له علاقه بالايموشنز والحاجات دي كلها. يبقى ده اسمه ايه؟ الفورنكس. عايزك بس تعرف لي اسمه دلوقتي، اسمه الايه؟ الفورنكس. خلاص، يبقى ده كوربس كالوزم، ده فورنكس. طيب بص معايا، لو انا خدت كورونال سيكشن من الحته دي كده وهبص من قدام هشوف ايه؟ اول حاجه هتشوفها الكوربس كالوزم. بس الكوربس كالوزم ده مش هشوفه، هشوفه ازاي؟ هشوفه كده، تخيل فيها نص سيربرال هيمسفير وفي سيربرال هيمسفير الناحيه الثانيه، بيوصل ما بينهم يبقى اسمه كوميشر، يبقى ده اسمه كوربس كالوزم، عامل شبه المرجيحه كده، تمام كده؟ كوربس كالوزم. تحته في حاجه اسمها فورنكس، الفورنكس اهو، تمام؟ ما بين الكوربس كالوزم ده والفورنكس ده في ستاره، تخيل معايا ان في ستاره هنا كده اسمها سيبتم بليوسيدم. لما اقطع كده اشوفها كده اهو، سيبتم بليوسيدم. عارف لو انا شلت الستاره اللي هنا دي هلاقي في كافيتي هنا في الحته دي اسمه لاترال فنتريكل. تعالى نشوف كده اهو، لما انا ابص بقى من قدام هتلاقي في لاترال فنتريكل اهو ولاترال فنتريكل اهو.
طيب بعد كده في تحت كده في هنا ثلمس، بس انا عندي اتنين ثلمس، واحده يمين واحده شمال، ما بينهم فراغ كده صغير اسمه ثيرد فنتريكل. اسمه ايه؟ ثيرد فنتريكل. تمام كده؟ طبعا دي رسمه توضيحيه مش اكتر. بص معايا، تعالى ناخد سيكشن قدام شويه، هقطع حته قدام شويه هنا كده، هنشوف ايه. بص معايا الصوره دي، ادي كوربس كالوزم. اسمه ايه؟ كوربس كالوزم. هنا كده فورنكس، الحته دي كده اسمها سيبتم بليوسيدم. عندك دي اسمها لاترال فنتريكل، ودي اسمها لاترال فنتريكل. ثالامس وثالامس، ما بينهم حاجه اسمها ثيرد فنتريكل. شايف الثيرد فنتريكل؟ متوصل باللاترال فنتريكل، الحته دي اسمها انتر فنتريكولار فورامين. انتر فنتريكولار فورامين، اذا دي اسمها ايه؟ انتر فنتريكولار فورامين. خلاص. طيب اذا اللاترال فنتريكل متوصل مع الثيرد فنتريكل بحاجه اسمها ايه؟ انتر فنتريكولار فورامين. طيب ادي الثالامس، ده صوره تخيليه كده للثالامس اهي، وادي ثالامس، ما بينهم في النص حاجه اسمها ايه؟ ثيرد فنتريكل. اوكي. طيب تعال بقى نتكلم على الثالامس. الثالامس دي عباره عن اوفال ستراكشر موجود كده، اللي هو جزء كبير من داين سيفرون اسمه ده اوفال ستراكشر، موجود ما بينه يعني ما بين اليمين وما بين الشمال حاجه اسمها ثيرد فنتريكل. اوكي. طيب ادي ثالامس وادي ثيرد فنتريكل. الثالامس بيفصلها عن الميد برين السب ثالامس. بص معايا، ادي الميد برين، ادي الثالامس، ادي السب ثالامس. يبقى ده كده البوزيشن بتاع الثالامس. طيب واحده واحده بقى معايا كده، تعالى نتكلم على الريليشنز اوف ثالامس. ازيكم يا شباب؟ طيب الاول عايزين نبص بصه كده على الثالامس. معلش هو يعني على قد الماتيريالز اللي معايا، والله ما عرفتش اجيب حاجه انضف من كده يعني. دي ثالامس ودي ثالامس. النص كده في عندي حاجه اسمها ايه؟ ثيرد فنتريكل، الفراغ اللي في النص ده. تمام كده؟ بص الثالامس دي، الثالامس دي شايفين ملاحظين في حاجه لونها ازرق جوه كده؟ دي واصله ما بين الثالامس اليمين والثالامس الشمال، اسمها الانتر سيراميك ادهيجن. تمام كده؟ طيب تعالى بقى ناخد الثالامس واحده ونشوف هي عامله ازاي. بص الثالامس دي ليها انتيرور انت، والانتيرور انت بقى صغيره كده، بص صغننه خالص، وفي نارو يعني، وفي بوستيرور انت اهي بتبقى برود، بنسميها البولفينار. اسمها ايه تاني؟ بولفينار. يبقى دي كده انتيرور انت نارو، بوستيرور انت برود، اسمها البولفينار. في عندنا سوبيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس، سوبيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس. في لاترال سيرفيس وميديال سيرفيس، اللي ناحيه الكافيتي ده هو الميديال سيرفيس. تمام كده؟ يبقى لاترال، ميديال، سوبيريور، انفيريور، انتيريور اند بوستيريور. ما تنساش اللي جوه ده اسمه ايه؟ انتر ثلاميك ادهيجن. اوكي؟ طيب تعالى نرجع عشان نشوف الريليشنز بتاعت الثلامس. بص احنا عندنا اسهل اثنين هم الانتيريور اند والبوستيريور اند، هنخلصهم على طول وبعدين نحكي شويه حاجات كده في النص. اول حاجه الانتيريور اند. الانتيريور اند دي نارو زي ما انا وريتها لك، صغيره كده ضيقه. تمام كده؟ فورمز البوستيرور باوندري اوف انتر فنتريكولار فورامين. يعني ايه الكلام ده؟ فاكر الانتر فنتريكولار فورامين اللي كانت بتوصل الثيرد فنتريكل اللي هو موجود هنا باللاترال فنتريكل اللي هو موجود هنا؟ يعني ايه بتوصلهم ببعض ازاي؟ شايف شايف الفتحه دي كده؟ عارف لو انا حطيت صباعي فيها هتدخلني على كافيتي اللي هو اللي هنا ده، يبقى الفتحه دي هي اللي بتوصل ما بين اللاترال فنتريكل والايه؟ الثيرد فنتريكل. هتقولي هو فين الثيرد فنتريكل؟ اقول لك ما هو مش هيبان، مش هيبان ليه؟ لان هو كافيتي ما بين حاجتين، انا شايل منهم حاجه عشان اشوف الاستراكشر الثانيه دي. تمام كده؟ طيب يبقى ده اسمها ايه؟ انتر فنتريكولار فورامين. يبقى الانتيرو اند هي البوستيريور للانتر فنتريكولار فورامين. طيب طب البوستيرو اند اسمها البولفينار اللي هي الجزء ده. مش انا قلت لك في حاجه اسمها الميتا ثالامس؟ فاكرها؟ الميتا ثالامس دي ما كانتش باينه في الرسمه الاولانيه، هتبان هنا بقى. شايف الكورتين المدلدلين دول؟ اسمهم الميتا ثالامس. يبقى دول اسمهم ايه؟ ميتا ثالامس. يبقى بي اوفر هانج يعني متعلقين كده في البوستيرو اند بتاعت الثالامس، اسمهم ميتا ثالامس، اللي هم لاترال اند ميديال جينيكيوليت بوديز، هناخدهم فيما بعد. طيب تعالى بقى ركز معايا واحده واحده كده. بص يا سيدي، بص شايف، شايف السكشن ده انا هاخد فيه هنا، هروح قاطع قطعه هنا كده. هتشوف ايه؟ اول حاجه ادي كوربس كالوزم اهو، ادي كوربس كالوزم، ادي فورنكس اهو قطعته هنا اهو، ادي سبتم بليوسيدم، عندنا اتنين لاترال فنتريكل اهو، ادي ثالامس وادي ثالامس وادي اللي اسمها ايه؟
ثيرد ادي اسمه ثيرد فنتريكل، اسمه ايه تاني؟ ثيرد فنتريكل. طيب فتخيل معايا ان انا شايف في حاجه عندي هنا كده اسمها كوديت نيوكليس، وفي حاجه تانيه اسمها لينتي فورم نيوكليس. ايه دول بقى وايه اللي جابهم هنا؟ لا ده بقى حوار، تعالى بقى كده معايا، بص معايا الصوره، ركز معايا واحده واحده. شايف ده كده، انا شلت نص الناحيه دي، نص البرين الناحيه دي، وسايب لك شويه حاجات صغيره. تعالى الاول نفهم ايه الاستراكشرز دي. لما بص كده شايف ده، عارف مين ده؟ ده الكورباس كالوزم، اهو الكورباس كالوزم اللي كان بيوصل ما بين ده واللي قصاده الناحيه الثانيه، كورباس كالوزم اهو. عارف لما انزل كده شويه هو فين؟ اهو شايف الحته دي؟ ده الفورنكس. ده الايه؟ الفورنكس. كان في هنا ستاره انا شلتها، الستاره دي اسمها سيبتم باليوسدم، انا شلتها. لما ابص كده شايف اللي جوه ده اسمه لاترال فنتريكل. طيب تعال نقرب شويه هنا، بص شايف دي اسمها تالامس، وصدها الناحيه الثانيه في ثالامس بس مش هتبان شويه، مش باين. يبقى ثالامس هنا وادي ثالامس اهي، ما بينهم حاجه اسمها ثيرد فنتريكل. شايفين الثيرد فنتريكل ده متوصل باللاترال فنتريكل ده عن طريق حاجه اسمها انتر فنتريكولار فورامين. فين هي؟ اهي الجزء ده اهو، دي الانتر فنتريكولار فورامين. طيب انا جايب الصوره دي ليه بقى؟ عشان اوريك دول مين دول؟ دي اول واحده، دي اسمها دول كده الاثنين دول مع بعض اسمهم دول جزء من حاجه اسمها البيزال جانجليا، هناخدها ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه، بس انا هعرفك عنهم شويه تفاصيل صغيره كده. دول كده ايه اسمهم؟ ايه؟ بيزال جانجليا. بص دي اسمها كوديت نيوكليس. بص الكوديت دي عامله ازاي؟ لفه حوالين الثالاموس. هي فين الثالاموس اصلا؟ اهي ما تتوهش معايا، ما تتوهش مني، الثالاموس اهي، ادي كوديت لفه حوالين الثالاموس. عارف لو انا قطعت كورونال سيكشن كده ورحت راميها كالجزء اللي قدام ده، عارف الكوديت دي هتبان ازاي؟ هتبان لي كده، هتبان لي فوق الثالاموس دايره صغيره. طيب عارف لو انا رحت جاي قاطع هوريزونتال كده بالعرض كده ورحت رامي الجزء اللي فوق، هشوف ايه؟ هتشوف حته من الثالاموس، ودي ترمت، دي ترمت خالص، هتلاقي الحته اللي هي اللي قدام دي هي اللي باينه، هتلاقي كوره كده يعني لو انا قاطع هوريزونتال. تمام هوريكم الصور دي متقلقوش. يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ كوديت نيوكليس اهي. بص ركز معايا عشان هتحتاج المنظر ده كمان شويه، اسمها ايه؟ كوديت نيوكليس. طيب مين دي بقى؟ دي اسمها الانتيفورم نيوكليس، لاترال شويه للثالاموس، لاترال لايه؟ للثالاموس اهو. مش عارف لو انا قطعت كورونال سيكشن هتبان لي حته عدسه كده شبه العدسه كده جنب الايه؟ جنب الثالاموس، اسمها لينتي فورم. طيب عارف لو انا قطعت هوريزونتال برضه هتبان لي حته جنب الثالاموس ناحيه اللاترال، يبقى اللينتي فورم دي لاترال لمين؟ لاترال للايه؟ للثالاموس. تعال نشوف الصور دي هناك اهو، ده الكورونال سيكشن، شايف دي الثالاموس، شايف في ناحيه فوق وناحيه اللاترال شويه، ده لاترال وده ميديال، ده لاترال هنا اهو، ناحيه فوق ولاترال كوديت نيوكليس، وناحيه لاترال خالص بقى ناحيه تحت كده اسمها لينتي فورم نيوكليس. تمام طيب لو انا قطعت هوريزونتال سيكشن بص معايا هشوف ايه؟ ادي انا كده باصص من فوق، دي ثالاموس ودي كوديت نيوكليس ودي اللينتي فورم نيوكليس. يقول لي الله هو ايه اللي جاب الكوديت قدام؟ ما هو انا قاطع هنا هوريزونتال، قاطع قطعه كده هوريزونتال، دي الصوره انت سامعها لك هناك اهو، قطعت هوريزونتال وبصيت من فوق، فهشوف حته من الكوديت قدام والباقي ده كله انا رميته. تمام كده، وحته من الثالاموس شفتها وجنبها ناحيه اللاترال، ما هو ده لاترال اهو، ادي لاترال، دي اسمها ايه؟ اسمها لينتي فورم نيوكليس. خلاص كده تمام. طيب بص معايا، شايف الوايت الجزء الابيض ده كده اسمه انترنال كبسول، اسمه ايه تاني؟ انترنال كبسول، لو انتيريور ليمب الحته اللي قدام دي، ولو بوستيريور ليمب الحته اللي ورا دي. خلاص كده يبقى ده اسمه انترنال كبسول، ده انتيريور ليمب، ده بوستيريور ليمب. ايه دي؟ دي اسمها ثالاموس، ودي ايه تاني؟ كوديت نيوكليس، ودي اسمها على بعضها كده كلها اسمها لينتي فورم نيوكليس. تمام كده؟ طيب الحاجات دي مش هتلاقيها في الكتاب دلوقتي بس هتاخدها بعدين ان شاء الله، ركز معايا. تعالى ناخد الثالاموس، عايز اتكلم على السوبيريور سيرفيس بتاع الثالاموس، خلينا على الانتيور اند وكلمنا على البوستيريور اند، تعالى ناخد السوبيريور سيرفيس. بص معايا الصوره دي، هاخد كورونال سيكشن هقطع كده، تعالى نفهم الرسمه الاول. شايف ده؟ الفايبرز دي المرجحه دي اسمها ايه؟ قول معايا، كورباس كالوزم، شاطر، اللي هي اول واحده فوق دي. الحته دي اسمها فورنكس، تقول لي انت بترسمها دايره يعني، ما هو مالكش دعوه، هقولها لك بعدين. شايف دي كده؟ اسمها فورنكس اهو. ما بينهم ستاره اسمها سيبتم بليوسيدم. في على جوانب الستاره دي ناحيتين اسمهم لاترال فنتريكل، ادي واحد وادي واحد فراغات.
يجي تحت كده الثالاموس، لحد دلوقتي مش حاجه جديده، ودي ثالاموس في النص فيه ثيرد فنتريكل. طيب بص بقى ناحيه فوق ولاترال في حاجه اسمها كوديت نيوكليس اللي هي رقم خمسه دي، كوديت نيوكليس، وفي حاجه اسمها ناحيه اللاترال شويه اسمها لينتي فورم نيوكليس اهي، يبقى كوديت نيوكليس لينتي فورم نيوكليس، معلش دي انا حطيتها بنفسي يعني. طيب ما بين الكوديت نيوكليس وما بين الثالاموس في اثنين ستراكشرز كده، شايف دايرتين، ايه الدايرتين دول؟ حاجه اسمها ثالامو استرايد فين وحاجه اسمها استرايا تيرميناليس. لا ثواني بقى مش فاهم كده، هتلخبط منك، ايه اللي جاب دول هنا بقى؟ بص معايا، ده اني سيرفس؟ ده السوبيريور سيرفس، ده ناحيه اللاترال، ده ناحيه الميديا، ده كده ميديا، ده كده لاترال. شايف ناحيه اللاترال هنا في فايبرز ماشيه هنا كده اسمها سترايا تيرميناليس، دي عباره عن ايه؟ حته كده زي لونها ابيض، وايت ماتر كده، سترايا تيرميناليس ماشيه في الحته دي كده، هنا كده المنظر ده، سترايا تيرميناليس ماشيه كده، سترايا تيرميناليس اسمها ايه؟ سترايا تيرميناليس. ماشي كمان حاجه تانيه اسمها سلامو سترايد فين، تخيل ده معايا اسمه فين اهو، سلامو سترايد فين، يبقى ده كده سلامو سترايد فين وكده سترايا تيرميناليس، ماشيين ما بين الثلمس دي والحاجه اللي فوق هي اللي اسمها ايه؟ اللينتي فورم ايه؟ اسمها قصدي اسف الكوديت ايه؟ كوديت نيوكليس. يبقى ما بين الكوديت نيوكليس اللي ماشيه فوق الثلمس وما بين الثلمس والثلمس هتلاقي في حاجه اسمها ثلامو سترايت فين وحاجه اسمها سترايا تيرميناليز، تمام كده؟ طيب لما اجي اقطع كرونال سيكشن كده هتبان لي ازاي؟ نقطه، هتبان لي نقطتين كده، تمام؟ طيب عارفين ليه الفين ده اسمه سلامو سترايد فين؟ فاكر الاثنين دول، ده اسمه كوديت نيوكليس، ده اسمه يوتامين، قصدي اللي هي اللينتي فورم نيوكليس، دول كده اسمهم كوربس سترايتم الاثنين مع بعض، اسمهم ايه؟ اسمهم كوربس سترايتم، الاثنين دول اسمهم ايه؟ كوربس سترايتم. الفين بقى ماشي فين؟ بص تعالى ارسمه لك، الفين هتلاقيه ماشي هنا كده فوق ما بين الثالاموس والكوديت، اسمه ثالامو عشان بياخد من الثالاموس، سترايت عشان اسمه ماشي بين الكوربس سترايتم، يبقى سلامو سترايت فين مع حاجه اسمها سترايا تيرميناليس. تعالى بقى نشوفهم في الرسمه اهو، اهو ادي السلامو سترايت فين اهو اللي هو المفتوح ده، والحته دي اسمها سترايا تيرميناليس، تمام كده. طيب السوبيريو سيرفيس بقى ايه علاقته بالليله دي كلها؟ هو اصلا فين السوبيريو سيرفيس؟ تعالى نشوف الاول السوبيريو سيرفيس فين اهو، ادي السوبيريو سيرفيس بتاع السلامس، هقسمه لحتتين، حته لاترال اللي هي من اول هنا لحد هنا، وحته ميديال اللي هي الباقي الجزء ده، ده لاترال وده ميديال، تمام. اللاترال سيرفيس او اللاترال بارت ريليتد لايه؟ هقول لك على حاجه، اللاتر شايف ده اسمه ايه؟ اسمه لاترال فنتريكل صح؟ ده الروف بتاعه يعني السقف، ودي الارضيه، مش اللاترال بارت ده عامل الارضيه بتاعت اللاترال، عامل بتاع اللاترال فنتريكل؟ اه هتلاقيه بيقول لك lies in the floor of central part of lateral ventricle، الحته دي مش تفهمها دلوقتي، اما تاخد اجزاء اللاترال فنتريكل في المحاضرات اللي جايه هتفهم يعني ايه سنترال بارت، عرفني بس دلوقتي ان هو في الفلور بتاع اللاترال فنتريكل، تمام كده؟ طيب ادي اللاترال بارت، كمان اللاترال بارت ده ريليتد لحاجه اسمها ايه؟ ايه البتاعه دي؟ اسمها كوديت نيوكليس، بيقول لك برضو البادي اوف كوديت نيوكليس، احفظ لي بس انها كوديت نيوكليس دلوقتي، البادي ده هناخده بعدين. ما بين الكوديت نيوكليس وما بين الثالاموس في ايه؟ ادي ثالامو سترايد فين اهو، وادي سترايا تيرميناليز، تمام كده؟ طيب طب الجزء الميديال، الجزء الميديال ده ريليتد لايه؟ بص فاكر حاجه اسمها البايا، فاكر حاجه اسمها البايا ماتر، البايا ماتر دي كانت من ضمن اللي هي المننجيز، وكانت دي طبعا ناحيه البرين جوه خالص اللي متبطن البرين. بص معايا شايف الحته دي كده، ده جزء من البايا ماتر عامل حاجه اسمها تيلا كورويدي. يعني ايه تيلا كورويدي؟ تيلا يعني حامله الكورويدي، يعني ايه كورويدي اصلا؟ حاجه اسمها كورويد بليكسس، عباره عن ضفيره من الفيسلز مختصة عشان تصنع السي ان اس سي سي السي اس اف، اسف تمام كده. اذا في حاجة هنا شايف دي كده اهو، ادي التيلا كورويدي حاملة الكورويد بليكسس اهي، وادي الكورويد بليكسس رقم اربعة، تمام كده، يبقى دي اسمها تيلا كورويدي. الكورويد بليكسس دي بتعمل ايه؟ بتعمل بتنفاجينيت، يعني بتروح داخلة كده بتبص كده جوه اللاترال فنتريكل عن طريق حاجة اسمها الكورويد فيشر، عن طريق حاجة اسمها ايه؟ كورويد فيشر. اذا الميديال بارت ريليتد لمين؟ ريليتد لي التيلا كورويدي والكورويد بليكسس، وكمان ريليتد للغلبان ده اللي اسمه ايه؟ اسمه فورنكس، تمام كده؟ تمام. طيب كده خلصنا السوبيريور سيرفيس، رجعوا تاني، بص هنرجعوا تاني السوبيريور سيرفيس
هقسمه لحتتين، هقسمه لجزء لاترال وجزء ميديال. الجزء اللاترال ده عامل الفلور بتاع اللاترال فنتريكل، وريليتد كمان للكوديك نيوكليس اللي بيفصلوا عنها حاجه اسمها ثالاموسترايد فين واسترايا ترمينالس. الجزء الميديال ده ريليتد لايه؟ للفورنكس اهو، وكمان ريليتد لحاجه اسمها تيلا كورويدي والكورويد بليكسس اللي بتعمل انفاجينيشن لللاترال فنتريكل ده عن طريق حاجه اسمها الكورويد فيشر، اللي هو الفيشر ده اللي هو الحته دي كده. تمام؟ طيب كده خلاص السوبيريور سيرفيس. تمام، تعالى نتكلم على الانفيريور سيرفيس، ده سهل شويه. في الانفيريور سيرفيس اهو، ده الانفيريور سيرفيس ريليتد لمين؟ للهايبوثالاموس قدام اهو، ناحيه الهايبوثالاموس، والسبثالاموس ورا، ما بينهم وما بينهم حاجه اسمها الهايبوثالاميك جروف او هايبوثالاميك سالكس. خلاص يبقى الانفيريور سيرفيس سهل، ريليتد لمين؟ ريليتد للهايبوثالاموس ناحيه قدام والسبثالاموس ناحيه ورا، ما بينهم ايه؟ ما بينهم الهايبوثالاميك سالكس. طيب الميديال سيرفيس، بص معايا، تعالى نتكلم على الميديال سيرفيس. هديلك تاني، هزهقكم النهارده معلش. بص معايا، فين الميديال سيرفيس؟ بص الجزء الورق ده سيبك منه دلوقتي، مالكش دعوه بيه، خليك في الفيلم دلوقتي. ادي لاترال سيرفيس خلصناه، لا لسه ادي لاترال سيرفيس سيبك منه، الميديال سيرفيس اهو. طيب مش ده كان اسمه ثيرد فنتريكل؟ اه ده اسمه ثيرد فنتريكل. فوق الثيرد فنتريكل ده كده روف سقف، وتحت الفلور، وفي لاترال وول وفي لاترال وول. الميديال وول بتاع الثالاموس بيعمل اللاترال وول بتاع الثيرد فنتريكل. تمام كده؟ بيعمل لاترال وول بتاع الثيرد فنتريكل. خلاص كده؟ فهمت الحته دي؟ طيب كمان الميديال وول ده ريليتد لحاجه اسمها انتر سيراميك اديشن، اللي هي الجزء الازرق اللي جوه ده اللي بيوصل الاثنين دول ببعض. تمام كده؟ يبقى دي الانتر سيراميك اديشن. حلو الكلام. شايف في حاجة هنا ماشية هنا كده بتمشي هنا، ده عبارة عن وايت ماتر تمشي الناحية دي، اسمها استرايا ميدلاريز ثالاماي. اسمها ايه؟ استرايا ميدلاريز ثالاماي، ما تتلخبطش، ماشية فوق هنا كده الحتة دي فوق ناحية الميديا الناحية دي. لما اجي اقطع كرون سيكشن كده هتلاقيها نقطة. خلاص هي ماشية ازاي؟ ماشية هنا كده. يبقى انت كان عندك في هنا استرايا ترمينالز ناحية اللاترال فوق ولاترال، ما تتلخبطش، وفي هنا استرايا ميدلاريز ثالاماي ماشية الناحية دي. اوكي تمام خلاص كده الميديا سيرفيس. تعالى بقى الميديا سيرفيس هنا، بص معايا الرسمه بتاعتنا المعتاده، ادي كورباس كالوزم، ادي الفورنكس، ادي سيبتم بريوس، ده ما بينه لاترال فنتريك ولاترال فنتريك، ثالاموس كوديت، ما بين الكوديت والثالاموس في ثالاموس ترايد فين واستريا تيرمينالز. ماشي تعالى بقى بص معايا فين الميديا سيرفيس اهو، انا قاطع كورونال سيكشن، خد بالك ادي الميديا سيرفيس عامل ايه؟ لاترال وول اوف ثيرد فنتركل، دي اول حاجه، وريليتد لحاجه اسمها انتر سيراميك ادهيجن اللي موصله الاثنين دول ببعض اهي الحته دي. كمان ريليتد من فوق كده لحاجه اسمها استرايا ميدلاري ثالاماي اهي الجزء ده، او الابر بارت كروس ذا باي استرايا ميدلاري ثالاماي. هتبقى النقطه طبعا لان هي ايه ماشيه بالايه على طول الثالاموس كده زي ما انا قلت لك في الايه في الموديل دلوقتي. خلاص كده. طيب في الكتاب عندك هتلاقيه بيقول لك ان الميديال سيرفيس كروس ذا باي استرايا ترمينالز، دي غلطه في الكتاب صلحها، اكتبها استرايا ميدلاريز ثالاماي، وهو قدام اصلا هيقول عليها تاني. تمام كده؟ يبقى صلح دي في الكتاب. تعالى نمسح الكلام ده. كده خلاص الميديال سيرفيس سهل، تمام كده؟ الميديال سيرفيس سهل، يبقى هو مكون اللاترال وول بتاع الثيرد فنتريكل، والابر بارت بتاعه كروس ذا باي استرايا ميدلاريز ثالاماي، وكونكتد ايتش اذر باي حاجه اسمها انتر ثالاميك ادهيجنز. تمام كده؟ طيب. بص معايا الصوره دي، دي ده كده ساجيتال سيكشن، ساجيتال سيكشن خلاص، ادي الثالاموس اهي، شايف الحته الابيض اللي فوق ده؟ دي سترايا ميدلاريز ثالاماي اهي الخط ده، لما اقطعه واشوفه من قدام الاقيه نقطه بس مش خط اهو. طيب اللاترال سيرفيس، بص معايا، فاكر الصوره دي؟ فاكر الصوره دي؟ دي ثالاموس ودي ثالاموس، ما بينهم انتر ثالاميك ادهيجن، كان قدامها حاجة اسمها كوديت نيوكليس، فاكر انا جبتها لك ازاي؟ لو مش فاكر قد الفيديو بس الحتة اللي قدام، ادي كوديت نيوكليس ودي لينتي فورم نيوكليس. عارفين فين اللاترال سيرفيس هنا؟ اهو ادي اللاترال سيرفيس ريليتد لايه بقى؟ لللينتي فورم نيوكليس اللي هي دي، وفاكرين ما بين اللينتي فورم دي؟ فاكرين الحتة البيضاء دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها انترنال كابسول، تحديدا البوستيريور لمب اوف انترنال كابسول. تمام؟ طيب اذا اللاترال سيرفيس ريليتد للبوستيريور لمب اوف انترنال كابسول،
واللي بيفصله عن اللينتي فورم نيوكليس. خلاص كده؟ طيب يا رب تكون الحته دي وضحت. طيب بصوا يا شباب، احنا كده خلصنا الجزء اللي هو بتاع الريليشنز اوف ثالاموس. عايزين دلوقتي نتكلم على الثالاموس كانترنال ستراكشر. بصوا معايا، الثالاموس دي اصلا مينلي عباره عن جراي ماتر، مينلي جراي ماتر، بس في حاجه اسمها الاكسترنال ميدلاري لامينا، دي عباره عن وايت ماتر، شيت من وايت ماتر مغطيها من بره كده، اسمه ايه؟ اسمه اكسترنال ميدلاري لامينا. وطبعا ده بيفصلها عن مين؟ بيفصل الجري ماتر دي عن مين؟ عن الانترنال كبسول. فاكرين الانترنال كبسول اللي كان هو اللاترال سيرفيس ده؟ هي بقى مغطيه كده، ماشي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اكسترنال ميدلاري لامينا. طيب هوريكم حاجه تانيه، بص معايا، بص كده معايا. لو انا تخيل ان دي ثالاموس، ده قدام وده ورا، ادي فوق وده تحت، ماشي؟ تخيل معايا لو انا رحت قاطع من الثالاموس كده ورحت شايلها كده ورمي دي وبصيت من جوه، هتلاقي في حاجه اسمها انترنال، عشان داخليه، ميدلري لامينا. الانترنال ميدلري لامينا ده عباره عن وايت ماتر جوه، ماشي، على شكل حرف الواي، بتقسم لي الثالاموس من جوه لنيوكلياي. طيب تعالى نشوف بقى النيوكلياي دي التقسيمه بتاعتنا عامله ازاي. في عندنا، شايف ده حرف الواي اهو، ادي الانتيرير، ادي حرف الواي اهو بيقسمني، شايف الحته الزرقاء دي انتيرير جروب اسمها انتيرير نيوكلياي، وحته ناحيه الميديال ادي ميديال نيوكلياي، وحته ناحيه الورا اسمها البوستيرير او البولفينار، والجزء اللي هو اللاترال. الجزء اللاترال ده بقى ركز معايا كده، الجزء اللاترال في عندنا متقسم لحتتين اساسيتين، جزء دورسال يعني ناحيه فوق شويه، ده الدورسال، وجزء فنترال. الجزء الفنترال ده مقسمه ثلاثه، فنترال ناحيه قدام، فنترال انتيرير، وفنترال ناحيه في النص، فنترال انترميديت، وفنترال ورا، فنترال بوستيرير. الفنترال بوستيرير دي مقسمينها اثنين، واحده ناحيه الميديال واحده ناحيه اللاترال. تغبطتني بقى، بص معايا، دي الثالاموس ليها كام نيوكليس؟ اول واحده انتير جروب، تاني واحده بوستير جروب، في ميديال جروب، دول كده كل دول سهلين. في بقى اللاترال جروب، بص بقى ركز معايا في اللاترال جروب. اللاترال جروب دي في منها دورسال متقسمه ناحيه فوق كده دورسال، وفنترال. الفنترال دي مقسمينها ثلاثه، فنترال انتيريور، فنترو لاترال انتيريور، ما ينساش انها لاترال جروب، فنترال لاترال انتيريور، وفنترو لاترال انترميديت، وفنترو لاترال بوستيريور. البوستيرو دي متقسمه لفنترو لاترال بوستيرور، حته ناحيه الميديال وحته ناحيه اللاترال، ففنترو لاترال بوستيرور ميديال، وفنترو لاترال بوستيرور لاترال. حلو الكلام؟ معلش الحته دي رخمه شويه. طيب تعالى نتكلم على ايه وظائف الثالاموس. الثالاموس بتعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، الثالاموس دي هي سكرتير السيريبرال كورتكس، سكرتير المخ، يعني بالاخر كده اي حاجه داخله او خارجه بتعدي من عن طريقها هي الاول. فالثالاموس هي ريلي ستيشن لكل السنسيشن ما عدا الانفكشن، يعني اي سنسيشن جاي لازم الاول يعدي على الثالاموس وبعدين يروح السيريبرال كورتكس، تمام كده؟ ما عدا مين؟ الاولفاكشن. الاولفاكشن بيجي من الاولفاكتوري نيرف على كورتكس على طول. خلاص كده؟ طيب الثالاموس بتعمل حاجه اسمها ابريشيشن للبين اند تمبريتشر امبلسز. بمعنى ايه؟ طيب عشان افهمكم الوظيفه دي، تخيل معايا ان انا فقدت الوظيفه دي خالص. بص معايا، لو انت الثالاموس بتاعتك باظت مش شغاله، تمام كده؟ ورحت انا جاي خبطه خبطه كده، الخبطه دي عادي ما بتعملش حاجه، هتلاقي نفسك عمال تصوت من الوجع. ليه؟ لان الثالاموس بتاعتك باظت. الثالاموس بقى دورها انها تبدا تعمل ابريشيشن للبين ده وتشوف انت موجوع قد ايه، تمام؟ طيب يبقى بتابريشيت البين اند تمبريتشر امبلسز. كمان ليها دور في الايموشنال ستيت، المشاعر بقى والحاجات اللي هي الحب والكلام اللي احنا مش بنبلش فيه خالص ده، تمام كده؟ بتشارك في الويكفولنس اند الرتنس. بمعنى في حاجه اسمها ريتيكولار سيستم، الريتيكولار سيستم ده هو اللي بيخلي الانسان مصحصح وصاحي، واول ما بيتعب بتلاقي الانسان عايز ينام. هي بقى ليها بتشبك مع الريتيكولار سيستم دوت، وليها دور في الصحيان بتاعنا، ماشي؟ شير اوف ذا مينتننس اوف ويكفولنس اند الرتنس. كمان هي جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم، يعني ايه؟ لو انتم ما خدتوش بيراميدال سيستم واكسترا بيراميدال سيستم، تعالى انا اقول لك. لو انا جاي واحد يسلم عليا، ماشي، مديلي ايده كده وانا عايز اسلم عليه، هفترضها ناحيتي، لما ايدي تتحرك دي اسمه بيراميدال سيستم، هو اللي حركها. طيب عارف لو ايدي، لو الاكسترا بيراميدال سيستم ده مش موجود، انا ممكن بدل ما اسلم عليه كده اروح خبطه في وشه، تمام؟ الاكسترا بيراميدال سيستم هو الفرامل بتاعه الموتور سيستم. بمعنى ادي ايده، ادي واحد بيسلم عليا، انا البيراميدال سيستم حرك ايدي، الاكسترا بيراميدال قال لي اقف هنا عشان يمسك ايده دي ويسلم عليه، يبقى الاكسترا بيراميدال بينسق الحركه، تمام كده؟ جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم ده هي الثالاموس. يبقى كده وظيفه الثالاموس ان هي ريلي ستيشن لكل سنسيشن، اي سنسيشن معدي رايح المخ لازم يعدي عليها الاول ما عدا الاولفاكشن. تاني حاجه بتابريشيت البين اند تمبريتشر امبلسز،
تالت حاجه ليها جزء، ليها دور في الايموشنال ستيت وليها دور في الصحيان والصحصحه، وكمان هي جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم. ده كده الثالاموس، وظائف الثالاموس. ايه الكونكشنز بتاع الثالاموس؟ يعني ايه الكونكشنز؟ ايه الحاجات اللي متوصله بالثالاموس؟ الوصلات بتاع الثالاموس قد تكون حاجه اسمها افرنت وحاجه اسمها افرنت. افرنت يعني ايه؟ افرنت ده يعني فايبرز جاي من استراكشر رايح ناحيه الثالاموس. امال الافرنت يعني ايه؟ الافرنت بالاي يعني حاجه خارجه من الثالاموس وراحه ناحيه حاجه ثانيه. بص يا سيدي، ايه الافرنت بتاعت الثالاموس؟ اللي الحاجات اللي بتروح للثالاموس، اول حاجه معظم السيريبرال كورتكس بتودي حاجه اسمها ثالاميك راديشن، توديها لمين؟ للثالاموس. خلاص كده؟ طيب اهو دي كده فايبرز جايه من هنا لهنا، تمام. والكوربس استرايتم، مين الكوربس استرايتم ده؟ فاكر الكوديت نيوكليس واللينتيفورم نيوكليس، دول كانوا بيدوا برضو حاجات للثالاموس، بيدوا افرنت للثالاموس، تمام. في ايه تاني؟ الهايبوثالاموس، فاكر عارف الهايبوثالاموس اهي؟ في حته من الهايبوثالاموس تحديدا اسمها الماميلاري بادي، شايف الكوره اللي تحت دي اللي انا مشاور عليها بسهم اسود دي؟ ماميلاري بادي. في حاجه بقى اسمها ماميلو ثالاميك تراكت، ده بيوصل فايبرز من الماميلاري بادي دي لمين؟ للثالاموس. اذا الهايبوثالاموس كونكتد بالثالاموس، تمام؟ خلاص طيب. كمان في حاجه اسمها ريد نيوكليس، ده هنا نيوكليس تحت الثالاموس كده، ريد نيوكليس، وجزء اسمه ريتيكولار نيوكليس. الجزء ده معلش فيه حفظ شويه مش فاهم قوي. تمام كده؟ في ايه تاني؟ حاجة اسمها دنتيت نيوكليس، المفروض نكون خدناها في السيربيلم، تمام كده؟ بس خد بالك، الدنتيت نيوكليس اليمين اللي في السيربيلم اليمين بتبعت للثالاموس الشمال والعكس، تمام كده؟ بتبعت له عن طريق حاجة اسمها السوبيريور سيربيلر بدنكل، ده خدناه في السيربيلم، تمام كده؟ طيب، إذا السيربيلم متوصل بالإيه؟ بالثالاموس. وكمان حاجة اسمها ترايجيمينال لمنسكس. إيه الترايجيمينال لمنسكس دي؟ دي عبارة عن حزمه كده من الفايبرز ماشيه في البرين ستيم وبتوصل الاحساس بتاع الفيس للثالاموس، تحديدا لاني نيوكليس في الثالاموس اللي هي لاترال فنترال بوستيريور ميديال. ارجع تاني بالفيديو عشان تفتكرها، تمام كده؟ طيب في كمان حاجه اسمها ميديال لمنسكس وحاجه اسمها سباينال لمنسكس، دول برضو فايبرز ماشيه في البرين ستيم ورايحه تودي احساس بقى بتاع بقيه الجسم كله ما عدا الفيس لللاترال فنترال بوستيريور لاترال فنترال بوستيريور لاترال، تمام كده؟ طيب معلش، ادي الافرنت. الافرنت يعني الثالاموس بتبعت فايبرز لمين؟ بص معايا، اول حاجه بتبعت لكل اجزاء السيريبرال كورتكس عن طريق برضه الثلاميك راديشن. اذا الثلاميك راديشن بتستقبل افرنت، يعني الثالاموس بتستقبل افرنت من السيريبرال كورتكس وبتبعت افرنت للسيريبرال كورتكس، يبقى بتاخد وتدي معاها. كمان الكوربس استرايتم برضه كانت بتاخد منها وبتديها. الهايبوثالاموس كذلك بتاخد منها وبتديها. البرين ستيم لا هي بتدي له بس. يبقى البرين ستيم بتدي له فايبرز والسباينال كورد بتدي له فايبرز برضه. تمام كده؟ طيب. برضه على فكره هي بتاخد وبتدي من البرين ستيم. يعني هي البرين ستيم جالها منه اللي من السكاي ماشي و والسكاي دي كانت قبل ما تمشي في البرين ستيم كانت ماشيه في السباينال كورد، يعني دي حاجات المفروض تكونوا خدتوها في السباينال كورد والبرين ستيم، ما اعرفش هم درسوها لكم ولا لا. طيب تمام كده، يبقى الافرنتس عندنا كل اجزاء السيربرال كورتكس، خلاص كده بتوصل الثالاموس بتبعت فايبرز لكل اجزاء السيربرال كورتكس، بتبعت الكوربس استرايتا والهايبوثالاموس والبرين ستيم اند سباينال كورد. طيب كده خلصنا الثالاموس. يا رب اكون بس وضحتها لكم، لاني انا اصلا نيور اناتومي هو رخم شويه في الفهم بتاعه، معلش. خلصنا كده الثالاموس جزء كبير. طيب خلينا نبدا كلامنا عن الايبي ثالاموس بقى، ده تاني جزء من اجزاء الداينسفالون. بص معايا فين الايبي ثالاموس؟ الايبي ثالاموس البوزيشن بتاعه اهو. بص معايا احنا كده ناحيه ورا، ماشي ده ناحيه ورا عشان اللي هنا عريضه. شايف الميديال سيرفيس ده ناحيه ورا وناحيه فوق شويه، ده كده مكان الايبي ثالاموس متعلق في الحته دي، والايبي ثالاموس متعلق في الحته دي كده اللي هو ايه؟ الابر بوستيريور بارت اوف ميديال سيرفيس اوف ايه؟ اوف ثالاموس، تمام كده؟ طيب يبقى ابر بوستيريور بارت اوف ميديال سيرفيس اوف ثالاموس. الباينيا جلاند عباره عن بايري فورم بادي، اول جزء من الاجزاء الايبي ثالاموس هي الباينيا جلاند. الباينيا جلاند دي عباره عن بايري فورم بادي موجوده في الميديان بلين. في الميديم بلين ازاي؟ بص هنا شايف الجزء ده، ده الميد برين اهو، الميد برين هنا ده انا بصيت له من ورا كان فيه اتنين كوليكولاي اسمهم انفيريو كوليكولاي في سوبيريو كوليكولاي.
شايف فوق السوبيريكوليكولاي كده في كوره في النص كده، شايف الكوره دي؟ دي اسمها الباينيال جلاند. الكوره دي اسمها ايه؟ باينيال ايه؟ باينيال جلاند. تعالى نرجع لها تاني هنا. يبقى الباينيال جلاند عباره عن سمول بايريفورم بادي موجوده في الميديان بلين. الباينيال جلاند دي موجوده فوق السوبيريكوليكولس، وانا وريتها لك في لسه شايفها دلوقتي. ادي السوبيريكوليكولس بتاع الميد برين اهو، ادي السوبيريكوليكولس اهو، هي موجوده فوق السوبيريكوليكولس وموجوده تحت حاجه اسمها سبلينيوم اوف كوربس كالوزم. هو فين الكوربس كالوزم؟ بص في الصوره اللي فوق، ادي كوربس كالوزم اهو، شايف الحته دي اسمها سبلينيوم. يبقى السبلينيوم اوف كوربس كالوزم اهو، ده السبلينيوم اوف كوربس كالوزم. يبقى هي موجوده تحت السبلينيوم اوف كوربس كالوزم، بس ما بينها وما بين السبلينيوم في حاجه اسمها ترانزفيرس سيريبرال فيشر، الحته دي كده تمام كده. يبقى دي اسمها ترانزفيرس، المدخل ده اسمه ترانزفيرس سيريبرال فيشر، يدخلك على الحته كده ما بين الكوربس كالوزم وما بين الايه؟ ما بين الثلاثه اللي هي هنا كده اهو، شايف الحته دي كده اهو، ده اسمه ترانزفيرس فيشر، ترانزفيرس سيريبرال فيشر. تمام. ده كده مكانها بالظبط، يبقى هي فوق السوبيريكوليكولاي وتحت السبليم اوف كوربس كالوزم. طيب الباينيال جلاند متوصله بالثلامس زي ما انت شايف كده، ادي الثلامس اهي، هي متوصله بالثلامس بستوك مكون من اثنين لامينا. سوبيريور لامينا شايف الحته اللي فوق دي اهي، تعالى بص تحت اوضح. سوبيريور لامينا وانفيريور لامينا، سوبيريور لامينا وانفيريور لامينا. يبقى هي اتاتشد للبوستيرو وول اوف ثيرد فنتركل، الحته دي كده هنا البوستيرو وول اوف ثيرد فنتركل، الجزء ده ثيرد فنتركل في المكان ده، ادي البوستيرو وول بتاعته. هي متعلقه هنا باثنين لامينا، واحده سوبيريور واحده انفيريور، تمام كده. طيب البانيه جلاند تبقى بعد سن ال 20 سنه بتبقى كالسيفايد، كالسيوم بيترسب فيها، وبعدين تكون لي حاجه اسمها الايه؟ البرين ساند. بص معايا كده اهو، ده لما تيجي تعمل اكس راي لحد المفروض هي ما تبانش لانها سوفت تيشو، هتلاقيها باينه لك كده تبطشه بيضه كده، ده معناها ان هي فيها كالسيوم ماشي شبه العظم اهو، دي كده اسمها البرين ساند، ده كده الباينيال جلاند بعد سن ال 20 سنه، دي حاجه في الطب الشرعي والحاجات دي. طيب الفانكشنز اوف ذا باينيال جلاند، بص يا سيدي الفانكشنز اوف ذا باينيال جلاند، اول في ناس قالت انها بتطلع ادرينالين، نور ادرينالين، سيروتونين، حاجات زي كده. في ناس قالت حاجات تانية، في ناس قالت ان هي بتظبط علاقتك بالنهار والليل، بمعنى ان انت مثلا بالنهار عندك في شمس، في نور، في حركه، في ستريس، في الحاجات دي كلها، فتبدا تطلع هرمونات او حاجات تخليك جاهز انك تشتغل بالنهار وتتحرك وتنزل وتروح للكليه وتذاكر والكلام ده كله. انما بالليل في هدوء وفي ضلمه وفي كل حاجه هاديه، تبدا تهيئك للنوم. طبعا ده الناس الطبيعيه، مش ناس اللي بتنام بالنهار وتصحى بالليل يعني. اما بقى في ناس قالت ان هي لها علاقه بالسيكشوال اكتيفيتي، فاحنا يعني احنا اناتومي مش مهمنا، مش يهمنا قوي الفانكشنز قوي، ولكن هتاخدها اكتر في الفسيولوجي ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للفانكشنز اوف باينيال جلاند. كده احنا خلصنا اول جزء من الاي بي ثالاماس، اسمه ايه؟ اسمه باينيال جلاند. طيب تعالى نتكلم عن اللي بعدها، حاجه اسمها استرايام دلاريت ثالاماي، انا كلمتك عنها قبل كده. فاكر لما كنا بنقول على الميديال سيرفيس كان في حاجه كده يعني شويه فايبرز ماشيين على الميديال سيرفيس من ناحيه فوق، كان اسمهم ايه؟ استرايام دلاريت ثالاماي، حتى قلت لك صلحها في الكتاب، استرايام دلاريت ثالاماي. الاسترايام دلاريت ثالاماي دي مكونه من فايبرز جايه من الاولفاكتوري سنترز، من مراكز الشم اللي موجوده في المخ. رايحه فين الاسترايام دلاريت ثالاماي دي؟ ماشيه 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 كده لحد ما تقابل حته شويه في الحته السوداء دي، الكره السوداء دي اسمها هابينيولر نيوكليس، اسمها هابينيولر نيوكليس. اذا في حاجه اسمها هابينيولر نيوكليس، وده الجزء رقم 3 من الابيثالاموس، وده موجود فوق الباينيال بادي. طيب ايه لازمتهم الحته دي؟ شايف دي الاسترايام دلاريت ثالاماي بتوصل ما بين الاولفاكتوري سنتر والهابينيولر نيوكليس. ايوه بقى هتعمل ايه هابينيولر نيوكليس دي؟ ده مسؤول عن اولفاكتوري ريفلكس. يعني ايه اولفاكتوري ريفلكس؟ والفاكتوري ريفلكس يعني انت مثلا لما تبقى بتشم اكل حلو في المطبخ، في اكل حلو بيتعمل كده وفراخ بقى مشويه وحاجات زي كده، هتلاقي ايه؟ في شويه سلايفا موجوده في بقك، وهتلاقي بدات تحس بالجوع. اللي مسؤول عن الحركه دي انه يزود الافرازات بتاعت الجهاز الهضمي من اول السلايفا لحد بقى البنكرياس والجاستريك اسيد والكلام ده كله، هي الهابينيولر نيوكليس، ده اسمه فيما يعرف بالايه؟ والفاكتوري ريفلكس. خلاص كده؟ طيب كده خلصنا اول حاجه باينيال جلاند اللي هي دي. تاني حاجة استرايام دلاريت ثالاماي جالك من اول الاولفاكتوري سنترز لحد الجزء رقم 3 اللي هو الهابينيولر نيوكليس، تمام كده. تيجي بعد كده لحاجة اسمها هابينيولر كوميشر وحاجة اسمها بوستيريور كوميشر. ايه دول بقى؟ فاكر الصورة اللي ورا دي لما جيت قلت لك ان البينيال جلاند متعلقة في مكانها باتنين لامينا، واحد اسمه سوبيريور لامينا وواحد اسمه انفيريور لامينا؟ شايف السوبيريور لامينا دي فيها حاجة اسمها هابينيولر كوميشر. الهابينولر كوميشر بيوصل الاثنين هابينولر نيوكلاي ببعض، فين هو بالظبط؟ بص معايا. شايف سهم رقم 4 مشاور على ايه؟ ده كده السوبيريور لامينا اهيت، ماسك فيها حاجه اسمها ايه؟ هابينولر كوميشر، بيوصل رقم 3 دي على الناحيه اليمين بالناحيه الشمال. طب هو امال هو باين لي دايره كده ليه؟ تعالى هقول لك حاجه.
بص معايا، شايف شايف الخط الازرق ده؟ ده اعتبره كوميشر. تخيل معايا ان ده كوميشر. يعني ايه كوميشر؟ يعني فايبرز موصله الناحيه دي للناحيه دي. انت شايفها ازاي؟ خط ماشي بالعرض كده. طب تعالى عارف انا قطعت كده اهو، هبان لك ازاي؟ نقطه. اذا فالكوميشر لما تقطعه سيشتال سيكشن يبان لك دايره كده صغيره. طيب يبقى لك كده، انا عندي الهابينيولار كوميشر اهو، ده بيوصل مين بمين؟ بيوصل الهابينيولار نيوكليس على الناحيه اليمين بالناحيه الشمال. في واحد تاني موجود في الانفيريور لامينا، شايف رقم 6 ده اهو، اسمه البوستيريور كوميشر. البوستيريور كوميشر ده بيعمل كروسنج للانفيريور لامينا ورايح يوصل ايه بايه بقى؟ بص ده رايح يوصل اول حاجه البولفينار اوف بوث سلاماي، يعني رايح يوصل البوستيريور اند سلامس اليمين بالسلامس الشمال، تمام كده؟ كمان رايح يوصل السوبيريو كوليكولاي بتوع الميد برين ببعض. دي السوبيريو كوليكولاس اهي، ادي السوبيريو كوليكولاس، رايح يوصلهم ببعض اليمين والشمال. كمان في حاجه في الميد برين اسمها الميديال لونجيتيودنال باندل، دي حزمه كده ماشيه في الميد برين اسمها ميديال لونجيتيودنال باندل، في واحده يمين واحده شمال، رايح برضو يوصلهم ببعض. وفي حاجه اسمها وكمان بقيه النيوكلاي اوف ميد برين، يعني من الاخر كده هو بيوصل الميد برين بالميد برين مع البولفينار اوف بوث سلامايد، بيوصلهم ببعض، تمام كده؟ دي وظيفه البوستير ايه؟ كوميشر. طيب دلوقتي جه دورنا نتكلم على الهايبو سالاموس. ايه بقى الهايبو سالاموس دي؟ فعلا الهايبو سالاموس ده كان الجزء اللي موجود تحت السالاموس من هنا كده، تمام؟ طيب تعالى قبل ما نتكلم على الهايبو سالاموس، تعالى عايز اوريك حاجه صغيره. بص معايا، شايف الشكل ده؟ بص دي، شايف الكورتين دول؟ دول العين، ماشي؟ لو قربت كده شويه هنلاقي طالع من كل عين فيهم حاجه اسمها اوبتيك نيرف. ادي اوبتيك نيرف وادي اوبتيك نيرف. الاثنين اوبتيك نيرف دول بيتلاقوا مع بعض في ورا في حاجه كده اسمها اوبتيك كيازم. اهي الاوبتيك كيازم الجزء ده، تمام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اوبتيك كيازم. الاوبتيك نيرف اليمين على الاوبتيك نيرف الشمال يتجمعوا مع بعض في حاجه اسمها اوبتيك كيازم. عارف لو انا جيت بصيت من الجنب كده هشوف الاوبتيك كيازم دي عامله ازاي؟ تعالى نشيل ده كده، بص شوف الاوبتيك كيازم دي عامله ازاي؟ اهي هتشوفها مرسومه ازاي؟ انا كده بص منين؟ من الجنب. هتشوف الاوبتيك كيازم عامله كده. خلاص؟ طيب تعالى نبص على الصورة كده. إذا في الرسمة دي، في الرسمة دي كده، فين الأوبتيك كيازم هنا؟ أدي الأوبتيك كيازم، شايفين ده؟ ده الأوبتيك نيرف بس مقطوع. وأدي أوبتيك كيازم أنا قطعته نصه ورميته، وأدي النص التاني، دي بقى دي اسمها إيه؟ أوبتيك كيازم. طيب فاكرين ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه كورباس كالوزم، صح؟ عشان قلت لكم الجزء ده اسمه سبلينيوم، خدناها، اسمه سبلينيوم. امال الحته اللي قدام دي اسمها روستروم في كورباس كالوزم، قدام دي اسمها ايه؟ روستروم. روستروم. طيب شايف الشيت الابيض ده او الحته البيضاء دي؟ ثواني علمك عليها باللون الاحمر، شايف الجزء ده كده؟ الحته دي اسمها لامينا تيرميناليز، اسمها ايه؟ لامينا تيرميناليز، اوعى تلخبطك مع حاجه اسمها ستريا تيرميناليز، دي كانت ماشيه اباف اند لاترال للسلامس، مالكش دعوه بيها دلوقتي. دي اسمها لامينا تيرميناليز، اسمها ايه؟ لامينا تيرميناليز. امسحها اهو الحته دي اهو، ده كده اسمه لامينا تيرميناليز، الحته دي كده اللي ما بين الروستروم دوت والاوبتيك كيازم، دي اسمها لامينا تيرميناليز. طيب شايف الحته البيضه الصغننه دي؟ اسمها انتيريور كوميشر، اسمها انتيريور كوميشر اهو. فاكر البوستيريور كوميشر كان فين؟ الحته دي هنا. البوستيريور كوميشر كان في الانفيريور لامينا بتاعت البانيال جلاند، هنا ده اسمه انتيريور كوميشر، ده اسمه الايه؟ الانتيريور كوميشر. طبعا باين لك كده، انا وريتها لك قبل كده ليه الكوميشر بيبان بالشكل ده لما بتقطع سيشن سيكشن كده، يبقى ده كده اسمه انتيريور كوميشر. طب انا بقول لك الحاجات دي ليه؟ بص الهايبو سالاموس من قدام بيعمل لها باوندنج من قدام، او بيبقى من ناحيه قدام، قدامها في الانتيريور كوميشر واللامينا تيرمينالز والاوبتيك كيازم، دول كده قدام الايه؟ الهايبو سالاموس. طيب الهايبو سالاموس من ناحيه ورا بتنتهي جاست بيهايند الماميلاري بادي. هو في الماميلاري بادي، شايف الكوره دي؟ دي اسمها الماميلاري بادي، دي اسمها الماميلاري بادي. يبقى هو لحد هنا كده ومن اول هنا كده، ده كده جزء اسمه الهايبو سالاموس، اسمه الايه؟ الهايبو سالاموس. خلاص يبقى ده اسمه الايه؟ اسمه الهايبو سالاموس. طيب تعالى اوريك شكل الكلام ده هنا، فين الهايبو سالاموس؟ فين هنا؟ بص ادي اوبتيك كيازم، فين اوبتيك كيازم؟ اهي لما اجي ابص من الجنب كده، دي الاوبتيك كيازم اللي داخل فيها اوبتيك نيرف من اول الحته دي كده، ماشي اهو، تمشي كده تمشي كده، ده كل ده ايه؟ كل ده، كل ده يعتبر ايه؟ كل ده يعتبر ايه؟ هايبو سالاموس. شايف الكورتين دول؟ كوره يمين وكوره شمال. طبعا انا لما بقطع سيشتال سيكشن برمي نص، انا يعني ما رميتوش اهو، ادي كوره يمين وكوره شمال اهوت،
دول اسمهم ماميلاري بادز. الهايبوثالاموس بتنتهي كده في الحته دي كده، هنا كده ده نهايه الهايبوثالاموس ورا الماميلاري بادز على طول، تمام كده؟ طيب تعالى بص معايا. طيب شكل الهايبوثالاموس، بص هنا دي الثالاموس ودي الثالاموس، متعلق فيها حاجه اسمها هايبوثالاموس. لو انت بصيت على الهايبوثالاموس من الجنب كده هتبان لك بالمنظر ده، تمام كده؟ هتبان لك بالمنظر ده. شايف الجزء الاصفر اللي قدام ده؟ ده اسمه اوبتيك كيازمي، ده اللي هو بيحدها، ده اللي داخل فيه اوبتيك نيرف واوبتيك نيرف، تمام كده؟ وبعدين هتلاقي بقيه الهايبوثالاموس هنا كده، شايف الحته اللي لونها اخضر دي؟ بسميها تيوبر سينيريوم. اسمه ايه؟ تيوبر سينيريوم. تيوبر سينيريوم. التيوبر سينيريوم ده نازل منه كده دولدير اسمه الانفانديبولم، عليه كده. الانفانديبولم بيعمل ايه الانفانديبولم ده؟ بيوصل الهايبوثالاموس بحاجه اسمها بيتيوتري جلاند. حاجه اسمها ايه؟ بيتيوتري جلاند. اذا ادي كده ده اسمه ايه؟ تيوبر سينيريوم، نازل منه انفانديبولم، والانفانديبولم بيوصل الهايبوثالاموس بايه؟ بالبيتيوتري جلاند. طب شايف الكوره؟ الكوره اللي ورا دي اسمها ايه؟ ماميلاري بادي، تمام كده؟ ده لو انت شفت الهايبوثالاموس منين؟ من جنب. طب تخيل، تعالى بص معايا كده، هبص لها من قدام، هتلاقيها عامله ازاي؟ هتلاقي في حته كده نازله فيرتيكال، بص معايا عشان اقول لك بالقلم، عشان حته نازله كده فيرتيكال، تمام؟ وبعدين حته ماشيه كده بشكل شبه هوريزونتالي كده، يعني لو عملناها كده هتلاقي حته كده فيرتيكال وحته هوريزونتال وطالعه تاني فيرتيكال، عامله شبه الايه بالظبط؟ شبه المرجيحه. يبقى حته فيرتيكال، حته هوريزونتال، حته فيرتيكال. ده شكل الهايبوثالاموس لو انت قاطعها كورونال سيكشن. تعالى نشوف الكلام ده على الرسم، ثواني بس قبل ما ادخل الرسم هوريك كمان حاجه ثانيه. اهو بص تعالى كده واحده واحده معايا، ادي اوبتيك كيازم اهي مالناش دعوه بيها، ماشي؟ دي اللي هي الانتير باوندري من قدام. شايف بقى الحته دي كده؟ شايف ده الانفانديبولم اهو، الانفانديبولم اهو، تمام كده؟ تعالى كده نقرب شويه، ادي الانفانديبولم وادي البيتيوتري جلاند، ادي الانفانديبولم اهوت. المفروض الحته دي هنا اسمها تيوبر سنيريا من الجزء ده، وبعدين نرجع ورا شويه نلاقي في ماميلاري بادز، ادي ماميلاري بادي وادي ماميلاري بادي، تمام كده؟ دي كده اجزاء الايه؟ اجزاء الهايبوثالاموس. طيب تعالى بقى نشوف الهايبوثالاموس في الصور بقى الحقيقيه، مش الموديل الغريب اللي انا عامله ده. بص معايا، لو انا قطعت كورونال سيكشن كده وهبص من قدام بالمنظر ده كده اهو، هبص من قدام هتلاقي فيه ايه؟ بص معايا، دي الثالاموس اهي ودي الثالاموس، يبقى دي ثالاموس ودي ثالاموس. شايف مدلدل منهم؟ بص كده، بص كده، ده اسمه ايه؟ دي الهايبوثالاموس اهي، حته كده فيرتيكال وحته ماشيه بالعرض هوريزونتال وحته كده فيرتيكال اهو، يبقى فيرتيكال هوريزونتال فيرتيكال، تمام كده؟ خلاص. طيب بص معايا، اهو بيقول لك اتس ليميتد انتيريورلي باي اوبتيك كيازما. في اوبتيك كيازما اهي، ادي اوبتيك كيازما، وانتيرو كوميشر، في انتيرو كوميشر اهو، ادي الانتيرو كوميشر، ولامينا تيرمينالز اللي هي فين؟ اللي هي دي الحته البيضة دي، ادي لامينا تيرمينالز، تمام كده؟ تمام. ان ذس بوستيريوري جاست بيهايند ماميلاري بادز، في الماميلاري بادي اهو، ادي ماميلاري بادي، ادي واحد اهوت وفي واحد انا شايله اهو، ادي ماميلاري بادي، تمام كده؟ طيب اهو تعالى بالصوره دي، شايف الصوره دي انا واخدها ازاي؟ تعالى اقول لك انا واخد الصوره دي ازاي. الصورة دي ركز معايا عشان اوريك انا جايبها ازاي. بص ادي البرين اهوت، انا بصيت من قدام، لما ابص لتحت كده ادي البيز اوف ذا برين اهو، هو بقى الصورة دي، دي اللي موجودة هنا اهي، يبقى شايف الصورة دي اهو. تعالى نكمل كلامنا اهو، ادي الاوبتيك كيازم اهو، ادي اوبتيك نيرف مقطوع وادي اوبتيك نيرف مقطوع وادي اوبتيك كيازم اهو، ماشي؟ دي اتنين ماميلاري بادز، شايفين دول ايه؟ دول تيوبر سنيريام والانفانديبولم، انا قطعت منه الايه؟ البيتيوتري جلاند. وبعدين بعدها كده في حته صغيره هنا كده اسمها بوستيريور بيرفوريتد سبستانس، هاخدها كمان شويه المحاضره الجايه تقريبا، تمام كده؟ طيب اتفقنا ان هي الهايبوثالاموس ليها جزء هوريزونتال وجزء فيرتيكال، فين بقى الكلام ده؟ تخيل بص معايا كده، هنا الصوره دي انا، ده اسمه الهاي، ده الثالاموس، ده الثالاموس، شايف ده الحته الاصفر ده؟ ادي كده ده هايبوثالاموس جزء فيرتيكال، وده كده جزء هوريزونتال، وده كده جزء فيرتيكال، يبقى ليها جزء هوريزونتال وجزء فيرتيكال، تمام؟ طيب الجزء الفيرتيكال، فاكرين ان الكابسي ده كان اسمه ايه؟ اسمه سيرد فنتريكل، صح؟ مش احنا خدنا ان الميديال سيرفيس اوف ثالاموس كان بيعمل لاترال وول اوف سيرد فنتريكل؟ اه، بس هو مش بيعمل لاترال وول كله، هو بيعمل الابر بارت من اللاترال وول. بقيه اللاترال وول معمول من الفيرتيكال بارت بتاع الهايبوثالاموس، امال الهوريزونتال بارت بيعمل ايه؟ الفلور اهي، مش دي الفلور؟ وهنا الروف اهو، ادي الفلور، يبقى الهوريزونتال بارت هو اللي بيعمل الفلور. ما بين الجزء ده والجزء ده فاكرين كان في حاجه اسمها هايبوثالاميك سالكس اهو. بص هو هنا هيبان لك ازاي؟ هنا حته جروف طويل كده، لما اقطع الكورونال سيكشن يبان لي بالمنظر ده اهو،
ده كده هايبو ثلاميك سالكس هنا. خلاص كده؟ طيب يبقى الهوريزونتال بارت فورمز بارت اوف فلور اوف ثيرد فنتركل وكونسيست اوف اللي هو الهوريزونتال بارت الجزء المكون ده اسمه مكون من تيوبر سنيريوم اند الماميلاري بادز. يبقى تيوبر سنيريوم اند الماميلاري بادز هم دول الايه اللي عاملين الجزء الهوريزونتال. يبقى الجزء الهوريزونتال دوت مكون من الماميلاري بادز دي اند الايه تيوبر ايه تيوبر سنيريوم. خلاص تمام. بص معايا ايه هي الفانكشنز بقى والكونكشنز بتاعت الهايبوثالاماس. بص الهايبوثالاماس بتاثر على كذا حاجه تمام كده. اول حاجه بتاثر عليها هي الاندوكراين سيستم يعني جهاز الغدد الصماء كله. ازاي؟ هفهمك. مش احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها الانفانديبولم بتوصل اللي هو ده بيوصل الهايبوثالاماس دي للبيتيوتري جلاند. طيب في معلومه المفروض تبقى عارفها ان البيتيوتري جلاند دي تقريبا بتتحكم في معظم افرازات الجسم كله في معظم افرازات الهرمونات بتاعت الجسم كله. يعني البيتيوتري جلاند دي بتاثر على بقيه معظم الغدد تقريبا في الجسم. اذا لما الهايبوثالاماس متوصله بالبيتيوتري جلاند بتتحكم فيها تمام كده بتتحكم فيها. اذا فالهايبوثالاماس تعتبر بتتحكم في بقيه الاندوكراين جلاندز تمام كده. يعني من الاخر كده البيتيوتري جلاند دي هي المايسترو بتاع الغدد الصماء. وتخيل بقى لو في حد بيتحكم في المايسترو اذا فهو بيتحكم في كل سيستم الغدد الصماء الموجوده في الجسم تمام كده. طيب يبقى اول حاجه عندي بيقول لك ايه اتس كونكتد للبيتيوتري جلاند الانتيرو لوب. البيتيوتري جلاند دي متقسمه لجزئين فص قدام اسمه انتيرو لوب وفص ورا اسمه بوستيرو لوب. الهايبوثالاماس تحديدا متوصله بمين بالانتيرو لوب بس تمام كده. طيب هو كنترول ات سكريشن يبقى الهايبوثالاموس بتتحكم في السكريشن بتاعت مين بيتيوتري جلاند. وكده كده اصلا السكريشن بتاع بيتيوتري جلاند ده بيتحكم في بقيه الاندوكراين جلاندز تمام كده. ادي اول واحده. تاني حاجه الهايبوثالاموس بتاثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم. يعني من الاخر كده الهايبوثالاموس دي هي اللي بتقول السمباثيك امتى يشتغل وامتى يقف وبتقول الباراسمباثيك امتى يشتغل وامتى يقف. فلو انت مثلا بتجري او بتتخانق الهايبوثالاموس دي بتشغل لك السمباثيك. ولو انت هتذاكر او قاعد نهادي كده او عايز تنام او كده بتشغل لك الباراسمباثيك وهكذا تمام. طيب الحاجه الثالثه بتتحكم في حاجه اسمها الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده التراك بتاع الايموشنز تمام كده. خلاص هنحطه قدام ان شاء الله. يبقى هي كده ليها كنترول على ثلاث حاجات البيتيوتري جلاند تمام كده والاوتونوميك نيرفس سيستم سواء كان سمباثيك او باراسمباثيك والليمبك سيستم. طيب كمان ليها دور في التمبريتشر ريجوليشن. هي بتظبط درجه حرارتك عند درجه معينه تمام كده. خلاص طيب يبقى ايه الكونكشنز بتاعتها. يعني هي متوصله بمين؟ اكيد متوصله بالبيتيوتري جلاند ادي اول حاجه قلناها. متوصله كمان بالسيريبرال كورتكس ومتوصله بالثالاماس. فاكر لما قلت لك ان الثالاماس كانت متوصله بالهايبوثالاماس عن طريق حاجه اسمها الماميلو ثالاميك تراكت اللي كان بيوصل ما بين الماميلاري بادي والثالاماس. اما تذاكر الدنيا هتجمع مع بعضها ما تقلقش. اذا في كونكشن ما بين الهايبوثالاماس والثالاماس. كمان في كونكشن ما بين الهايبوثالاماس وكوربس سترايتم. فاكر كوربس سترايتم اللي هو كان مكون من كودية نيوكليس ولينتي فورم نيوكليس تمام. كمان متوصله بالبرين ستيم اند سباينال كورد. الحاجات دي كلها يعني شبه حفظ كده لكن لما تقراها ان شاء الله مره واثنين هتبدا تحفظها تمام كده. طيب تاني حاجه بعد كده بعد الهايبوثالاماس هنتكلم على السبثالاماس. السبثالاماس كانت فين؟ السبثالاماس كانت في الحته دي كده تحديدا في الجزء ده ما بين الثالاماس وما بين الميد برين تمام كده. لما اخد كورونال سيكشن كده تعال نبص هنا ادي الثالاماس وادي الثالاماس. فاكر الهايبوثالاماس اهو الهايبوثالاماس ده كان جزء فيرتيكال وجزء هوريزونتال كده اهو ادي الهايبوثالاماس وادي فيرتيكال تاني. هتلاقي ان انت عندك فين بقى السبثالاماس في الرسمه دي اهي ادي السبثالاماس. هتلاقي الناحيه دي سب ثالاماس تحت الثالاماس ويعني من ناحيه ورا شويه وفي نفس الوقت هي ميديال هي لاترال اسف هي لاترال للهايبو ثالاماس. اذا هي ما بين الثالاماس بص هي هي ايه ميديالي او ريليتد لمين الهايبو ثالاماس. يبقى الهايبو ثالاماس ميديال لها يعني هي لاترال الهايبو ثالاماس ما تلخبطش تمام كده. يبقى الهايبو ثالاماس هنا اهي تقع ناحيه الميديال من السب ثالاماس. وكمان السب ثالاماس دي ما بين حاجتين فوقيها ايه فوقيها الثالاماس اهي وتحديها حاجه اسمها سبستانشيا نيجرا. شايف سبستانشيا نيجرا دي ده جزء من الميد برين. اذا فالسبثالاماس ما بين ما بين الثالاماس والميد برين. لو جيت بصيت لها هنا في الهوريزونتال سيكشن هتلاقي السبثالاماس هنا ما بين الثالاماس والميد برين تمام كده. خلاص كده. طيب لاترالي ريليتد لحاجه اسمها انترنال كبسول. فاكر لما كنت جايب لك الهوريزونتال سيكشن وقلت لك ان في حاجه اسمها ثالاماس وكان في حاجه اسمها لينتي فورم نيوكليس وكان ما بينهم فراغ اسمه انترنال كبسول. البوستيرو لمب في انترنال كبسول اهو هو ده بس انا قاطعه هنا كورونال سيكشن فمش باين الانتيرو لمب يعني باين لي البوستيرو لمب بس اهو. يبقى كده لاترال ليها الايه الانترنال كبسول. اذا فالسب ثالاماس ملخص بقى الكلام فوقيها الثالاماس تحتيها الميد برين ميديال ليها الهايبو ثالاماس ولاترال ليها الانترنال كبسول او تحديدا البوستيرو لمب في انترنال كبسول. خلاص كده.
السب ثالاموس نيوكليس ده جزء من الاكسترا جرامينال نيوكليس اللي انا فاكره ان انا قلت لك عليه، اللي هو الفرامل بتاعت ايه؟ بتاعت الموتور سيستم. تمام كده؟ طيب كده خلصنا السب ثالاموس. طيب هنتكلم دلوقتي على الميتا ثالاموس. الميتا ثالاموس دوت عباره عن ايه؟ بص، الميتا ثالاموس ده عباره عن كورتين كده، واحده اسمها لاترال جينيكيوليت بودي وواحده اسمها ميديا جينيكيوليت بودي، متعلقين في البوستيرور اند من الثالاموس كده. تمام كده؟ بص معايا، ادي البولفينار ثالاموس، ده دي الانفيرير سيرفيس بتاعها. تمام كده؟ ادي الانفيرير سيرفيس متعلق فيه كورتين، شايف الكوره دي والكوره دي، دول كده اسمهم الميتا ثالاموس. ده جزء من الداين سيفرم، هو اتاتشد للبوستيرور اند اوف ثالاموس فروم الانفيرير سيرفيس. consist of medial geniculate body and lateral geniculate body. okay، طيب بص معايا، نتكلم على الميديال geniculate body الاول. فين الميديال geniculate body؟ الميديال geniculate body اهي الجزء ده، the small mass of gray matter just lateral subcuticularis. فين السبيريكوليكلس؟ فاكر خدنا في الميد برين حاجه اسمها التكتم، اللي هو اربعه نيوكلياي دول، اثنين سوبيريور واثنين انفيرير. لاترال للسوبيريور كوليكولس في حاجه اسمها ميديال جينيكيوليت بودي. طب امال هي اسمها ميديال ليه؟ هي اسمها ميديال عشان هي ميديال لاختها، شايف دي اختها ايه؟ تمام كده؟ يبقى دي اسمها ميديال جينيكيوليت بودي، موجوده لاترال للسوبيريور كوليكولس. طيب ادي السوبيريور كوليكولس، طيب كونكتد للانفيريور كوليكولس بحاجه اسمها الانفيريور بريكيوم، شايف ده؟ مش اسمه انفيريور كوليكولس؟ تمام كده؟ شايف ده الانفيريور بريكيوم او البريكيوم اوف انفيريور كوليكولس، اي حاجه، يبقى ده كده اسمه انفيريور كوليكولس اهوت، وده الانفيريور بريكيوم. اذا الميديال جينيكيوليت بودي متوصله بمين؟ بالانفيريور كوليكولس. الميديال جينيكيوليت بودي ده لوور سنتر فور هيرنج ريفلكس، ليها دور في الهيرنج ريفلكس، اللي هو لما تيجي مثلا عربيه جايه من وراك تروح مزمرلك مره واحده، تروح منتبه ليها مره واحده كده، تلف لها مره واحده كده، هو ده الايه؟ هو ده الهيرنج ريفلكس. تمام كده؟ طيب وكمان بتبعت الايه؟ بتبعت الاشارات دي للمخ بعد كده. الافرنت جاي لها فايبرز من اللاترال المينيسكس، اللاترال المينيسكس دي عباره عن فايبرز ماشيه في البرين ستيم شايله الاوديتوري امبلسز، اللي هي الحاجات اللي جايه من الودن من الاير عشان تروح للايه؟ للبرين. خلاص كده؟ يبقى دي اسمها لاترال المينيسكس، فايبرز ماشيه في الايه؟ في البرين ستيم وشايله الاوديتوري امبلسز. رايحه توصل للانفيريو كوليكولس، وبعدين الانفيريو كوليكولس هتبعت لمين؟ تبعت للميديال جينيكير بودي. اذا فالافرنت هو فايبرز جايه من اللاترال المينيسكس والانفيريور كوليكولس. تمام كده؟ طب الايفرنت هتبعت حاجه اسمها الاوديتوري راديشن للاوديتوري اريا. بص معايا في الصوره دي كده، ادي الايه؟ الانر اير، بتبعت الاشارات بتاعتها عن طريق الفيستيبل كوكليا نيرف، هيوصل في الاخر الاشارات دي كلها، شايف اللون الاحمر ده؟ دي اسمها لاترال لمينيسكس ماشيه فين؟ في البرين ستيم اهو، ادي اللاترال لمينيسكس ماشي، توصل لمين؟ لحاجه اسمها الانفيريور كوليكولس، ومن الانفيريور كوليكولس تروح على مين؟ على الميديال جينيكيوليت بودي. والميديال جينيكيوليت بودي ده كده افرنت، الميديال جينيكيوليت بودي بقى تبعت اي فرنت اللي هو اسمه اوديتوري راديشن لحاجه اسمها الاوديتوري كورتكس. تمام كده؟ طيب اللاترال جينيكيوليت بودي، بص معايا، اللاترال جينيكيوليت بودي اهي، اللاترال جينيكيوليت بودي ده عباره عن سمول اوفويد ماس اوف جراي ماتر، لاترال للميديال جينيكيوليت بودي، لذلك هي اسمها لاترال. تمام كده؟ يبقى لاترال جينيكيوليت بودي دي لاترال لمين؟ للميديال جينيكيوليت بودي. كونكتد للسوبيريور كوليكولس بحاجه اسمها السوبيريور بريكيم، ادي السوبيريور كوليكولس وادي السوبيريور بريكيم. يبقى اللاترال متوصله بمين؟ بالسوبيريور، انما الميديال متوصله بمين؟ بالانفيريور. خلاص كده؟ طيب ودي لور سنتر فور فيجوال ريفلكس، برضه نفس الفكره، ان هو لما عارف اللي هو مثلا لما حد يجي ينور على عينك كشاف هيحصل ايه؟ البيوبل مثلا هتضيق. تاني حاجه مثلا لما تيجي تبص على حاجه قريبه جدا منك بتلاقي عينك بيحصل لها حول كده، او بيحصل لها حاجه اسمها كونفرجنس، تلاقي كورتين عينك بيلفوا في نفس الاتجاه ناحيه مناخيرك كده، دي برضه يعتبر فيجوال ريفلكس، هي ليها دور في الفيجوال ريفلكس ده. الافرنت بتاعها من الاوبتيك تراكت. ايه هو الاوبتيك تراكت؟ بص معايا، ادي الاي، ادي الاوبتيك نيرف، فاكر دي كان اسمها اوبتيك كازم، بيطلع من الاوبتيك كازم دي حاجه اسمها اوبتيك تراكت. الاوبتيك تراكت دي هي اللي بتوصل الافرنت لللاترال جينيكير بودي. طب الايفرنت هيطلع منها حاجه اسمها الفيجوال راديشن راح للفيجوال اريا. تمام كده؟ اذا فهي جزء برضه من الباث واي بتاع الايه؟ بتاع الفيجوال باث واي. طيب يقول لك it doesn't receive fibers from superior brachium but receive from optic tract. يعني ايه الجمله دي؟ بص معايا السؤال ده انت هتفهم معايا. بص هنا، فين الاوبتيك تراكت في الحته دي؟ ادي الاوبتيك تراكت وادي اوبتيك تراكت ماشي. الاوبتيك تراكت عمل ايه؟ راح جاي داخل في مين؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها lateral geniculate nucleus او lateral geniculate body. الاوبتيك تراكت راح لها مباشره وراح بعت شويه فايبرز لمين؟ لحاجه اسمها السوبيريور كوليكولس. خلاص كده؟ اذا الاوبتيك تراكت بنفسه هو اللي دخل هنا، لكن السوبيريور كوليكولس ما بعتتش حاجه للايه؟ للاترال جينيكيوليت بودي.
يبقى السوبيريور كوليكولس ما بعتتش حاجه اللاترال جينيكريت نيوكليس، على عكس ان الاوديتوري. بص في الاوديتوري ايه اللي حصل اهو في اللي هي الميديا جينيكريت بودي، بص ادي اللاترال منيسكس اهيت راحت للاول للانفيريور كوليكولس، وبعدين الانفيريور كوليكولس هي اللي ودت لمين؟ للميديا جينيكريت بودي. انما بص هنا الاوبتيك تراكت نفسه راح رايح على مين؟ على اللاترال جينيكريت بودي، وفي نفس الوقت راح باعت شويه فايبرز كده للايه؟ للسوبيريور كوليكولس، لكن ما فيش اي فايبرز جايه من السوبيريور كوليكولس راح على اللاترال جينيكريت بودي. تمام كده؟ دي كده الايه؟ الميتا ثالاموس. كده المحاضرة بتاعتنا انتهت، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.